وأيضا نظم فريق مهندسون بلا حدود في الكويت حفل توزيع جوائز مسابقة التحدي والتي انطلقت في شهر نوفمبر الماضي. وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أشادت خلال رعايتها للحفل بدور الطاقات المهنية في تنفيذ هذه المشاريع التنموية. بهدف تعزيز الإبداع وانطلاقاً من الهدف الإنساني والتنموي لفريق مهندسون بلا حدود في الكويت، حصل فريق مهندسون من أجل السلام على الجائزة الأولى كأفضل تصميم وحدة سكنية للاجئين الصوماليين في إحدى المخيمات في كينيا من بين 9 فرق شاركت في مسابقة التحدي. يسعدني أن أتوجه لكم بالشكر على الجهود التي بذلت لإنجاح هذه المسابقة التي امتدت على مدى نحو 10 شهور من العمل الدؤوب من المنظمين الذين تطوعوا لإنجاز هذه المهمة وترسيخ دور أبناء الكويت في العمل المهني والتنموي الذي يحقق مساهمة مباشرة في تنمية قدرات ومهارات أبنائنا المهندسين والمهندسات ويعزز دور الكويت الإنساني في مختلف أنحاء المعمور. شيء إنساني رائع يبين أن هناك تواصل بين البشر بغض النظر عن جنسياتهم أمورهم الأخرى، الإنسان هو إنسان، الخدمة هي بلا حدود. تطبيق حلول هندسية مستدامة في مشاريع تعتمد على التحديات البيئية من خلال إشراك العناصر الشابة في تنمية المجتمع تقع في صلب عمل فريق مهندسون بلا حدود في الكويت. قواعد التحكيم اللي مشينا عليها للأمانة كانت قاسية يعني شوية بالنسبة حق الطلبة، ننظر إلى عديد من الجوانب اللي هي الجانب الإنشائي، جانب الإبداع، جانب الاستدامة، الجانب الفاينانشال المالي. المسابقة نفس ما أكيد شفتوا تصميم وحدات مستدامة لمساكن اللاجئين في معسكرات تحديدا في داداب كينيا. نوع من المسابقات هذه يساعد الطلبة على تدعيم التفكير الإبداعي فيهم، شلون يطلعون حلول مستدامة حق مشاكل تعاني منها المجتمعات. هو عبارة عن أكياس مصممة بحيث أن هي أقدر أعبيها أي مادة خام موجودة بالموقع نفسه بدون لا أذي لا الطبيعة ولا المكان ولا اللوكيشن نفسه، وهي تحفظ الحرارة في فصل الصيف والشتاء. هذه الجائزة ترسخ دور أبناء الكويت في العمل المهني من خلال تنفيذ المشاريع وتجسيد رؤية الكويت 2035 التنموية. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.